دكتور إدموند، يعني سأخذ نفس أو آخر نقطة في الإجابة للدكتور لي، من أنه الصين غير مستفيدة من الأزمة الأوكرانية، وهي ترى نفسها ليست في زاوية واحدة مع روسيا. هذا عكس كل يعني النظرة الأمريكية للصين منذ البداية، منذ بداية الأزمة حتى في أوكرانيا. رأيك؟ تحياتي لك وللدكتور لين. من الواضح أن الإدارة الأمريكية طبعا لديها رؤية مختلفة وإلى حد كبير. طبعا هناك أيضا يوجد تباينات في الموقف الأمريكي بين بعض الدوائر الحكومية، ولكن إجمالا يمكن النظر إلى المسألة العلاقة مع الصين. كان قد وزارة الدفاع قد قدمت تقرير إلى كونغرس ذكرت فيه أن الصين تشكل التهديد الاقتصادي السياسي والتجاري الأكبر للولايات المتحدة، وأن الصين روسيا تأتي في المرتبة الثانية، وذلك لأن روسيا لا تزال تشكل التهديد العسكري الأكبر للولايات المتحدة وليس الصين. ولكن هناك أيضا تركيز في هذا التقرير وفي تقارير أخرى ودراسات ومواقف تقول بأن الصين أيضا تقوم بالتعاون مع روسيا في بعض المجالات، ولكن بقدراتها الذاتية أيضا لتطوير قدرات عسكرية، وأنه في المستقبل الخطر الأكبر الذي هو سيأتي من الصين. ولذلك فإن التركيز الآن على روسيا على الأقل من وجهة نظر بعض المحللين الأمريكيين هو لكي إضعاف الصين إلى حد ما، ولكن قبل ذلك طبعا هو إضعاف روسيا ومنع تقارب بين هذين البلدين، لأن هذا التقارب، عودة روسيا، بروز الصين خلال العقدين الماضيين وخاصة خلال العقد الماضي كدول كبرى عظمى، يهدد القيادة الأمريكية للعالم والأحادية الأمريكية التي برزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولذلك فإن الولايات المتحدة على الرغم من أنها تقول والإدارة تقول بأنها لا تريد طلاق تجاري مع الصين وهناك مصالح مشتركة، إلا أنها في نفس الوقت ترى وتتحدث وتركز على تعزيز قدراتها في منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وأن تكون للولايات المتحدة القدرة على مواجهة الصين مع حلفائها، لأنها ترى فيها الخطر الأكبر. وإذا تم فعلا انهيار روسيا فإن هذا سيضع الصين ستكون وحدها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، ومن هنا تأتي أهمية البعد في العلاقات. صحيح أن الصين تبنت في السابق سياسة حذرة إلى حد ما فيما يتعلق مثلا بأكرام أو القرم، شبه جزيرة القرم، عندما ضمت روسيا هذه الجزيرة وعارضت تدخل من قبل دولة في شؤون دولة أخرى، إلا أنها أيضا تعلم بأن هي أيضا مستهدفة في حال انهيار وحتى قبل ذلك، لأن هناك عقوبات قد فرضت على عدد كبير من المؤسسات والشركات والأفراد الصينيين.